انضم إلينا من مقر المنتدى مراسل إخبارية منصور الأمير. أهلا بك منصور معنا، أطلعنا على أجواء المنتدى والجديد لديك حول هذا المنتدى. أهلا بك وبمشاهدي قناة الإخبارية في هذه التغطية الخاصة لليوم الثاني من أعمال المنتدى في نسخته السابعة الذي يعني اختارت فيه اليونسكو أن تحط رحالها هنا في السعودية. أهلا بك، من بين 1800 مشارك يمثلون أكثر من 400 جمعية رسمية وغير رسمية أيضا هنا، حيث روح الشباب وتأثيرهم الاجتماعي أيضا هنا، حيث آمنت مؤسسة مسك بأن التمكين يجب أن يكون لروح الشباب ولهذه المرحلة الحساسة التي تمر بها بلادنا نحو طريقها إلى الازدهار وإلى أن تصل إلى العالمية أيضا. هنا آلاف من الحضور أيضا الذين يشكلون مختلف ثقافات العالم للحديث حول كل ما يخص أيضا مستقبل العالم، للحديث حول كل ما يخص مستقبل الشباب حول العالم. لماذا السعودية تحديدا، وما هي أبرز ما دار خلال ورش العمل اليوم؟ تنضم إلي الدكتور حياة سندي للحديث أكثر حول هذا الموضوع. دكتورة، لماذا السعودية تحديدا التي تمتلك هذه الكمية من الطاقات الشبابية؟ طبعا وجود مؤتمر مثل هذا في المملكة في الوقت المناسب وتعزيز مفهوم الشركات غير الربحية في المملكة من الأشياء يعني جدا اللي سررت بها، وروح هنا المناقشات اللي كانت من الشباب، لأن وجود شركات غير ربحية في المملكة هي من العامل الأساسي أيضا لخدمة المجتمع المدني، خلق فرص شباب ومهارات جديدة للمرأة وللشباب لتمكين طاقاتهم وتمكين مهاراتهم لخدمة المجتمع بالطريقة اللي تكون هي يعني منظمة أكثر، ويكون لها دعم أكثر، ويكون لها حضور وواقع أكثر، لأن يوجد في العالم مئات الشركات غير الربحية، والآن وجودها هنا في السعودية يعزز هذا المفهوم الجديد اللي نحن نحتاجه جدا في أمس الحاجة لي. دكتورة، العنوان العام هو التأثير العام للشباب في وسائل التواصل الاجتماعي أيضا، هل فرض الشباب اليوم يعني وجودهم من خلال مجموعة هذه القنوات حتى باتوا أيضا لغة يشار إليها عالميا؟ أكيد مشاركتهم، حضورهم، يعني الأسئلة اللي جاتني منهم، مداخلاتهم، حتى نفس الشيء مشاركاتهم في التواصل الاجتماعي، لا حضور جدا كبير، وهذا المؤتمر لهم ومن أجلهم. أنا أشكرك زميلي منصور الأمير مراسل إخبارية، وشكرا لضيفتك الكريمة، ونعتذر عن انقطاع الصوت.